يسعد صباحكم مشاهدينا. نهار الجمعة والأسبوع قرب لنهايته، وإذا الوقت بيسمح لكم نحن بندعيكم حتى تتابعوا معنا عدد جديد من MTV Alive، مجلتنا الغنية اللي بتجمع كل المواضيع اللي بتهمكم. شو ما كانت أذواقكم وشو ما كانت أعماركم، نحن دايما منفكر فيكم وبكل المواضيع اللي ممكن تستفيدوا منها. وبحلقة نهار الجمعة كتار منكم بينطروا حديثنا مع مستشار النفسي للأزواج السيد فادي الحلبي، اللي بيطرح وبيعالج قضايا كتير ممكن يواجهوها الأزواج. وكلنا بنعرف قديه ضغوطات الحياة اليومية ومسؤولياتها ممكن تأثر على العلاقة بين الأزواج. وحول هالموضوع في دراسة جديدة بتقول أنه مفتاح السعادة، اسمعوا منيح إلي وتينا، مفتاح السعادة بالزواج هو دايما بإيد المرأة، بالقليلة لما بيكون في خلافات بين الاثنين. عم بخبروني هلأ أنه السيد فادي الحلبي منه جاي. على كل إن هيدا فقرة ثابتة كل نهار جمعة. ما حبيت خبريتك رولا، ما حبيت. دايما بيحملوا المرأة المسؤولية. لا بس هون عم بتحملها الشيء الإيجابي يعني. هالمرة المسؤولية الإيجابية، يعني بإيدها إنه تخلي الزواج يكون سعيد بالقليلة لما بيكون في خلافات أم لا. كيف بيقولوا لما بيكون في خلافات هي بإيدها إنه تسيطر على الوضع حسب ردة فعلها، يعني ممكن تهدي الجو وممكن تولع الجو حسب هي شو بتكون ردة فعلها. إذا بتتذكروا بالماضي المتخصصين كانوا دايما يقولوا ينصحونا don't go to bed angry، أو ما ننام على زعل. بهالدراسة الجديدة بينصحوا بالعكس، إنه بيقولوا لنا لازم ننام ونرتاح ونخلي الأجواء تهدى، لأنه بعد نهار طويل من الشغل والستريس وبالضغط آخر شيء بدنا إياه هو نقدر نتفاجئ. لا آخر شيء بدنا إياه هو نايمة بتصفيهم، يعني إذا تعبانة بعد نهار من الستريس والضغط إيش آخر شيء بدنا إياه هو إنه نتشاجر مع الشريك. فبينصحونا ننام ونرتاح ونهدي الجو، ثاني نهار نحكي بكل رواق على الأمور. بس حتى أنا ما فينا ننام زعلانة، حتى ما نقول إيش نندم عليها. لكن الأفضل تنامي زعلانة أو تكوني معصبة وتتخانقي مع شريكك. لا لا أنا بحب حل المشاكل قبل ما تنام. ما أنا لو نمت ساعة متأخرة طب ليكي في حل وسط، نامي ساعة بالليل وفيقي وحلي المشكلة قبل ما تنامي. لك رولا على كل رح نبدا بعد شوي معك اللي بعرف فيه اخبار جديده بتكنولوجي، وانا وتينا عنا اخبار كثير بي اب تو ديت. ولكن نصيحه لكل السيدات واستنادا على هالدراسه، اذا شي نهار شعرتي انه معقول يوقع مشكل بينك وبين الشريك، تذكري انه انت بايدك انه تسيطري على الوضع. اذا قدرتي تتملكي اعصابك وتاجلي الموضوع لفتره قصيره وهيك بتحكوا عن هالمواضيع كلها على رواق، بالنهايه شريكك هو زوجك، هو شريكك وحب حياتك، وتقديركم وحبكم لبعض لازم يتعالى على كل المشاكل. نبدا حلقتنا مثل العاده مع اب تو ديت انا وتينا. أخبارنا بي أب تو ديت مع خبر بالفعل ما بيتصدق. كنا اعتقدنا نحن بلبنان مشاهدينا أن سمعنا أغرب وأوحش الحوادث بلبنان، ولكن اليوم رح نضيف حادث أو حادثة جديدة على هالليحة اللبنانية الغريبة والطريفة. صدقوا أو ما تصدقوا، أخوة تخانقوا مع بعض، أو بالأحرى خي طعن خيو بسبب دجاجة. وبالتفاصيل لمشاهدينا، ببلدة دبعال شرق سور مشاجرة بين أربع أخوة جريت لأنه واحد منهم دهس دجاجة تينا، اثنين ضد اثنين، واحد أطلق النار بالهواء ببارودة الصيد لأنه كان معصب، والثاني أخذ السكين وطعن خيو لأنه واحد منهم دهس دجاجة. هيدي هي التفاصيل اللي وصلت لي أنا لمشاهدينا. صار من امبارح عم حاول حللها، حاطين لي أحرف للأسماء، ما عرفت مين طعن مين. معقول؟ بس الفكرة أنا مستعدة أقدم لكم دزينة الدجاج. بليز يعني إذا دجاجي وعملتي هيك كيف إذا كان ديك؟
يا حرام مش معقول مش معقول. خبري رح ننتقل لفلاديمير. لا بدي اقولها بالرجيع عم بيقولوا لو بقرة كان صار في حرب. ثانك يو. تفضلي تينا. احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيده 63 سنه. قد ايه عم نسمع عن بوتين ليتلي، ولكن هالمره خبريه هيك شوي شخصيه. فعيد عيد ميلاده 63 سنه بطريقه كثير متواضعه وعاديه. اشتغل نهارتها بمكتبه، وعشيه راح حضر ماتش ايس هوكي رولا تيمز الرئيس ذا فان للايس هوكي، واحتفل مع اللاعبين المشهورين اكيد على الفريق الايس هوكي بنفس السهره. لعب معهم تصور. ما بعرف اذا لعب معهم. لبس الكاستيم ونزل معهم. هلا حسب قد ايه شرب فودكا. لعب معهم بتصور وما بستغرب. ما بستغرب ابدا. وكفى السهره معهم، فبطريقه كثير بسيطه. وجدول اعماله كان كثير عادي نهارتها، فما كان في شيء سبيشل. انا من المعجبين جدا. مقارنة بالسنه الماضيه اذا بتتذكر راح اخذ كان فرصه، كان اول مره بياخذ فرصه على عيده من اول ما صار رئيس لروسيا. فكانت واو بيج ديل له. هالمره جمع بين الاثنين، هيك ترفيه شوي باخر السهره. Exactly. ونهار والعمل. طويل بالعمل. انا على كل من المعجبين جدا ببوتين على الصعيد الشخصي. لازم تحدد سياسيا ما بتدخل. ولكن رجل عمره وبمنصبه تي يعيش هالنوع من الحياة، أولا بالتواضع، وثانيا قد ايه بيسيطر على نفسه، قد ايه عنده ديسيبلين، قد ايه هو بيهتم بصحته وبرشاقته. هو مثال بتصور لكل الرجال من هالناحية، خاصة بهالعمر كمان. ننتقل لخبر اخر. محبي التكنولوجي بتصور الي لازم ينتبه منيح. ما بعرف اذا بضيف شويه معلومات عن اللي بدي اقدمهم. اول هاتف روبو بالعالم، شو يعني؟ عرضت شركه الكترونيه يابانيه نموذج اولي لروبو بيقدر يتحول لسمارت فون او هاتف ذكي، او فينا نقول هاتف ذكي على شكل روبو مثل ما عم نشوف بالصوره. بيحمل اسم روبوثون. شركة شارب الإلكترونية هي المنتجة، وراح تطرح هاتفها للبيع باليابان خلال النصف الأول من العام المقبل. وبضم الروبو الهاتف اللي ما بيتجاوز حجمه تينا حوالي 20 سنتيمتر بس، كاميرا وجهاز إسقاط ضوئي يعني Optical Projection، ومن وراء عليه شاشة LCD بالإضافة لميكروفون ومكبر صوت ونظام للتعرف على الصوت والوجوه. كل هالصفات المواصفات ب 20 سنتيمتر بس. وفينا نعطي هالروبو تعليمات لاجراء مكالمه هاتفيه، يعني بنقول له اطلب فلان واطلب فلان، والتقاط الصور اكيد، واظهار الصوره من خلال جهاز الاسقاط الضوئي او الاوبتيكال بروجكشن. وشغلي وحده كمان تينا ممكن تهمك. شو بيعمل الروبو كمان؟ بيرقص. اوكي، قد ايه رح تفيد هالشغله؟ ما بعرف. قصة كثير حلوة عن هالممثل الأمريكاني ماريو باسكو، 42 سنة ولكن بجسد 14 سنة. أكيد هو خلق بهالمرض الوراثي كثير نادر، فجعل إنه نمو جسده يتوقف عن السنة ال 14. أكيد هيدي سببت مشاكل كثير لأنه هو صغير بالمدرسة، من تضايقات وسخرية من زملائه، لدرجة إنه صار يتنقل من مستشفى لمستشفى يفتش على علاج، و حتى وصل لأيامات لدرجة أنه ينتحر. لا يوما ما التقى بالممثل الأمريكاني بيل كوزبي، مما بيعرف بيل كوزبي رولا. وبيل كوزبي ما بنقول أنه أخده تحت جوانحه وأمن له كذا فرصة تمثيل بهوليوود، إن كان مسلسلات أو حتى أفلام أمريكانية. وهالمرض اللي كان هو وبعضه أكيد عم يعاني منه صار شغلة إيجابية بحياته، فعطته هالفرصة إنه يكون مختلف عن الآخرين. وحتى بعدين في كتير أطباء ومستشفيات عرضوا عليه علاجات جديدة هرمونية، ولكن رفض هو إنه حتى ياخذ هالهرمونات خوفا إنه يخسر هالفرص العمل اللي عم بيقوم فيها. هلا بده يقرر، بدك تكبر وتصير بحجم طبيعي، يعني هو بدك بعد ما شاف إنه هالشغلة إيجابية ممكن يستفيد منها. سبحان الله كيف ممكن الكارثة أو المحنة تتحول لشيء.
على كل تعبير او اذا بدك ملامح العمر بلشت تتبين على وجهه، فبقالي لي وجهه عم يكبر ولكن جسمه. ننتقل لخبر اخر، خبر صحي. نحن هلا ابواب موسم الخريف والشتاء قادم وكلنا عم نقول الله يستر. على كل، في طبيب متخصص بالمانيا بيعطينا عده نصائح حول مشكله بحث الصوت اللي كثار منا بيعانوا منها خلال موسم الخريف والشتاء، وبيقول هي من الاعراض الاكثر شائعه خلال فصل الخريف وفصل الشتاء، والسبب بيعود لالتهاب الحنجره ناجم عن عدوى فيروسيه. وبيقول المتخصص انه الراحه تعتبر اهم شيء ممكن نعمله لما بكون عندنا بحه صوتيه، نمتنع عن الكلام حتى نريح الحبال او الاوتار الصوتيه، وكمان لازم نخفف المجهود البدني لمساعده الجسم حتى يشفى بشكل سليم. واضاف انه الحنجره بحاجه للرطوبه والسخون للتخلص من بحه الصوت، وبينصحنا نتنشأ بخار المي المخلوط مع ملح، او حتى فينا نتغرغر. شو بيقولوا؟ نغرغر، 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 نمخمد، كلهم كلهم مش هامين للدينة. على كل، نقرقر او نتمخمض على قولتينا لنرطب الحنجره، وحتى نرطبها اكثر لازم نتناول كميه اكبر من السوائل لما بكون عندنا بحث وصوت. وبيقول انه ما في مهرب من بحث الصوت لكل اللي عندهم استعداد لهالحاله خلال موسم الخريف والشتاء، لانه كلنا بنقضي وقت اكثر او ساعات طويله اكثر باماكن مغلقه، وهالشيء اكيد بعرضنا اكثر لنلقط فيروسات من بعض. فكمان بينصحنا انه نقضي شويه وقت اكثر بالهواء الطلق قدر المستطاع، وكمان نمتنع عن التدخين. في ناس بحبوا يكون عندهم هالبحة، بس هي متعبة. لكن أوقات أنا بعاني منها، وبعرف إنه رانيا بتعاني منها كثير، مزعجة خاصة لما بكون عملك متعلق بالحكي وبدك توضحي كلامك، فبتحسي حالك مش قادرة تسيطري على نفسك. فسلامة قلبكم. رح ننتقل لصورتنا اليوم. أكيد كمان أنتم فيكم تبعتوا هالصور على موقع mtv.com.lb. صورتنا اليوم من عنجر، حلوة خريفية ولكن جميلة جدا. نحن بعد طقسنا معتدل مع انه اليوم فقنا على طوافين وشتاء، ولكن هيدي موجة ورح تقطع كأنه الشتاء بعدها بسرعة. هيدي بس انا لكي من ناحية بكير، ولكن من ناحية انه هيدي هزي شوي حتى نحل قصة او ازمة الزبالة. نعم. سريعا بريك قصير وبنرجع مع اوتو فوكس ومن كمان حلقتنا.